أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتحدث اليوم عن فوائد نبات الحلبة لمرضى السكري. فالحلبة نبات متميز، ويمتاز نبات الحلبة وتحديدا بذور الحلبة بقيمة غذائية عالية وقيمة طبية فريدة، وهي نبات معروف في الطب العربي القديم، استخدمت في علاج الكثير من الأمراض مثل إدرار الحليب والطمث وتسهيل الولادة وغيرها. وحديثا ثبت أن للحلبة فوائد طبية كثيرة، وأصبحت معروفة أنها أحد أدوية السكري الآمنة والفعالة. فبذور الحلبة تحتوي على عدة مركبات فعالة مثل مركبات السابونين والتريجونيلين التي تساهم في خفض سكر الدم، وبآليات متعددة أهمها امتصاص الجلوكوز المعوي. كما أن الحلبة غنية بالحمض الأميني هيدروكسي أيزولوساين الذي يحفز إفراز هرمون الأنسولين، وبالتالي يقلل من مستوى السكر في الدم. وهذا الحمض الأميني له تأثير في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، أي أن للحلبة فعل مضاعف على مرضى السكري، فهي تضبط أو تخفض مستويات سكر الدم وتكافح الكوليسترول والدهون الثلاثية التي تعتبر من ألد أعداء مرضى السكري. كما تحتوي الحلبة على مادة ديوسجينين التي لها تأثير مشابه لعمل هرمون الإستروجين لدى النساء، وبذلك تكون الحلبة مهمة جدا للنساء المصابات بالسكري وقد بلغنا سن اليأس، إذ تفيد في خفض أعراض سن اليأس، عدا عن فوائدها الأخرى في خفض سكر الدم وتحسين حساسية الأنسولين وخفض السكر التراكمي. الأهم من ذلك كله أنها من النباتات المفيدة والمنشطة للبنكرياس، مما يكسبها ميزات فريدة لمرضى السكري. وأهم ما يجب التنويه إليه هو أن تأثير الحلبة على مرضى السكري يتعلق بعدة عوامل، أهمها تناول أو طريقة تناول الحلبة ووقت وكمية تناولها. فمن المهم جدا أن يعرف مريض السكري كيفية تناول الحلبة، فالحلبة تحتاج إلى المواظبة على تناولها لتؤدي إلى التأثيرات المطلوبة والملحوظة. ففي أحد الدراسات تبين أن تناول 10 جرام من بذور الحلبة المنقوعة بالماء الساخن أدت إلى انخفاض مستوى سكر الدم الصائم خلال 5 أشهر، والسكر التراكمي خلال 6 أشهر. إذن الحلبة تحتاج إلى المواظبة على تناولها. أما الكمية اللازم تناولها فيمكن لمريض السكري أن يبدأ بتناول 5 أو 10 أو 15 جرام يوميا حسب مستوى السكر لديه، ويمكن زيادة الكمية تدريجيا حتى يلاحظ التأثير المطلوب. بالنسبة لوقت أو طريقة تناول الحلبة وهو المهم، إذ أن هناك عدة طرق لتناول الحلبة،
فيمكن نقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في الماء طوال اليوم ومضغها في صباح اليوم التالي على معدة فارغة، أو يمكن غلي مطحون بذور الحلبة في الماء وتناولها في الصباح الباكر أو قبل النوم مباشرة. كذلك يمكن إضافة بذور الحلبة المنقوعة بالماء أو بذور الحلبة المطحونة إلى وجبات الطعام. وأفضل طريقة لاختيار الطريقة المناسبة لتناول بذور الحلبة تكون بناء على تجربة المريض نفسه وقراءات السكر. أذكر هنا بأن استخدام الحلبة وإدخالها في النظام الغذائي يحتاج إلى التنسيق مع الطبيب المختص، فمن الممكن أن يحتاج المريض إلى تعديل جرعة دواء السكري، عدا أن للحلبة تأثير مميع للدم بفضل محتواها من الكومارين الذي يعتبر مادة مميعة. وأذكر أيضا أنه على مريض السكري أن لا يعتمد فقط على الحلبة لضبط أو خفض مستويات السكر، وإنما على النظام الغذائي والنشاط البدني بالإضافة إلى تناول الحلبة. دمتم بخير.